عليكم اخواتي. السلام عليكم ايثما سويثما. نهار ان شاء الله نهار جديد ان شاء الله نمشي ندير معكم واحد الوصفه، يعني واحد الحلوه اللي كتكون في الثلاجه بارده ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. عندي هنايا غايطاس غايطه مغزاره ماريا نيختو ستادا اللي عندكم، وعندي هنايا عاوتاني الكاوكاو نفس الكميه، يعني الكاوكاو حمرته في الفران يحمى بلا القشور سبرا قشور حمرته، يعني نفس الكميه اللي عندي كما كتشوفوا. وعندي هنا جوج معالق الشوكولا اللي ذوبتها عقاش كنت جنت غنجيت الشوكولا طقرت ذوبت شويه د القرفه والشوكولا بالدهن الا كان زعما عندكم، الا ما كانش غير متوفر ديروا غير الشوكولا اللي غتذوبوا على بركه الله. نمشي معكم ان شاء الله للوصفه. انا عملت الكاوكاو اللي طحنته ها انتما كتشوفوا، هذه غايطه اي نوع عندكم غايطه ها انتما كتشوفوا عاوتاني، وغنعمل شويه د القرفه للتنسيم. الا حبيتو ما حبيتوش ديروها ما ديروها زعما ماشي مشكل. ندير هيدا ودابا غنمشي ندير الشوكولا. انا دابا نعمل هذيك معلقه كبيره الشوكولا اللي ذوبتها بلا زيت بلا والو، ذوبه وصافي ذوبت وصافي. عاد خلطوخ نخلط الا باقي خاصني انزيد. نخلط مليحه مياه بيدي هيدا مزيان، انا عملت هذيك الملعقه كبيره ديال الشوكولا مذوبه، دابا نزيد من هنايا معلقه اخرى عاوتاني ها نتوما غتشوفوا معايا. المهم نبقى هيدا بالتدريج شويه شويه تمياح حتى تجمع ليا الخليط ديالي هيدايا. نبقى ندير بشويه باش ما خصنيش تكون مزيته بزاف، خصو تدير شي مزيته بزاف الشوكولا، يعني غير شويه هيدا. دابا درت ثاني معلقه كما كتشوفوا معايا مخيط زارنت، هاكا مخيط زارنت ها نتوما كتشوفوا، ما خص تكون يعني دايره بزاف هيدايا وصافي. المهم كتكون كتجمع ها نتوما كتشوفوا، ها مخيط زارنت دمية نحاول معاكم نوريكم كيفاش. غير هيدايا انا ما بغيتهاش تكون يعني دايره بزاف بالشوكولا هيدا، لحقاش اصلا غنديرها في الشوكولا غير على هاد الطريقه. نحاول نجمعها مزيان، راه دات ليا سبع معالق كبار ديال الشوكولا. يلا رقمو غزار رقمو غيطي بولاثين امية، نمشي بنفس الطريقه كاملين هيدا نعمل لهم، ما بغيتش ندير الشوكولا بزاف اصلا غنعملها في الشوكولا، مشي غير هيدا بهاد الطريقه يعني شويه بشويه غنكملهم كاملين ان شاء الله ونرجع لعمو غزار. الطاقه هي خدت كوارين ها نتوما كتشوفوا درتهم كويرات، ودير تفرجت كارت المطبخ كما كتشوفوا ها هو كتشوفوا هنايا في الصوينيه. نبقى نهز هيدا وندير في الشوكولا اللي ذوبتها حمام مريم، غا الشوكولا ما ديروا حتى حاجه صاي. نبقى نحط هنا هيدا نبقى هيدا كنعمل يعني هاد الطريقه كاملين كما كتشوفوا معايا هيدا كيحسوا معنا بعضياتهم هيدا هيدا هاي الخاميه كلشي لي كوارينا مليح مليح الشوكولا هيدا ونحطهم. يلا نكمل بنفس الطريقه ونرجع لعندكم كتشوفوا واش انت مخيط زهرت الكميه اللي خرجت ليا كامله. دابا نديرها في الثلاجه شويه تبرد وعاد نكمل معكم التزيين. عتي قلني بلي راه تصمت شي حاجه قبل شحال هاد الصفه وخا تفات عقب غا كنت ان شاء الله. شوفوا الحلوه ديالي خليتها شويه في الثلاجه جي شويه تيقي الثلاجه قلني بلي راه تصمت. دابا نمشي ندير لها شويه د الخطوط هايده ها الخطوط شويش هايده، باقي لي شويه شوكولا قلت لي مالا نمشي ندير لهم هايدا كاملين كاملين يعني كاملين ندير لهم الخطوط هايدايا ونرجع لعندكم ان شاء الله. دابا زينتهم بخطوط عشوائيه يعني غاسلت الخطوط عاديين، يعني دابا نمشي نزوقهم شويه بهاد الحلوه اللي عندي ها نتوما كتشوفوا بحال هكا، يعني الديكور اللي بغيتي نتوما هايدايا. ندير شويه هايدا هكا ها نتوما كتشوفوا كيفاش هيدايا على هذوك الخطوط ها نتوما نوري لكم اكثر بحال هيدا. نمشي ندير لهم هيدايا
هانتوما كتشوفوا باش ندير معكم وحيده هيدا هكا بهالطريقه يعني كاملين هيدايا غير شويشه ميه غير ميه شي حاجه وصافي هيدا كاملين رجل عندكم. انا زينتهم بهالطريقه قام خاص نتهيخ عملت شويش من هادو كما كتشوفوا. دابا ندخلها للثلاجه ان شاء الله تكون مزيان يعني شاده فراسها وعاد نصوبها ونرجع لعندكم ان شاء الله. باغا نمشي معكم واحد الحليوه عاوتاني ثانيه في نفس المول هانتوما كتشوفوا نفس الكايطه هاقات كايطه ماريا اي حلوه عندكم اي كايطه عندكم بغيتو ديروها ديروها. عندي هنايا الزبده المذوبه كما كتشوفوا راه بارده ذوبتها وخليتها تبرد كاكاو في السكر الا عندكم ما فيش سكر عاوتاني جربوا وقيسوا يعني هذا بلا سكر. وعندي جوج البيضات هانتوما كتشوفوا يلا هو معي غتشوفوا الطريقه. عملت الكاكاو هذا فيه السكر هذا راه فيه السكر وجوج البيضات وغادي ندير بيديا هايدا كما كتشوفوا غير بشويه هايدا راه هادي غير مهرمشه ما بغيتش نطحنها انا ما بغيتهاش تطحون. غنجمع الخليط ديالي مزيان هايدا وعاد نبقى ندير الزبده شويه بشويه. دابا ها نتوما كتشوفوا درت البيض ودرت كاكاو نمشي ندير الزبده ديالي المذوبه شويه بشويه. ها انا جمعت الحلوه ديالي دات ليا غير شويه الزبده ها نتوما كتشوفوا يعني ماشي الكاس كامل. دابا غنمشي غنديرهم حرابيل ها نتوما معي نمشي نغسل يديا الاول. ها نتوما كتشوفوا ها هو القوام ديالها كتجي يعني ما نقول لكمش لذيذه جدا. دابا غنمشي نديرها على شكل فقاس كما كديروا الفقاس نفس الشيء هيدا كان جميع الكميه نديرها هيدا كما كتشوفوا سمحوا لي راه كنصور بيد وكان ندير بيد جميع الكميه نجمعها ونصوبها هيدا بحال الفقاس ونرجع عندكم ان شاء الله. كما كتشوفوا الحلوه ديالي جمعتها على هاد الطريقه سمحوا لي احبابتي على التصوير هيدايا على هاد الطريقه على طريقه الفقاس. دابا ذوبت الشوكولا في نفس الطاسه اللي ذوبت فيها قبل ها نتوما كتشوفوا غنمشي ندير الشوكولا كامله حيت شوكولاتي كلشي الدهن كلشي شوكولاتي الحلوين ومية كامله يعني صدقوني كتجي لذيذه لواحد الدرجه يعني ما نقول لكمش والله يعني تصبحت بزاف تعشيبه الحلويه بارده كتكون بارده يعني كاملين ندير لهم الشوكولا هيدا نغطيهم كاملين ان شاء الله ونوريكم النتيجه. هانتوما كتشوفوا درت لها الشوكولا كامله وراه غطيتها باش فوقاش نقطعها يعني تجي نيشان غطيتها كامله. دابا عندي هنايا شويه الشوكولا بيضاء حتى هي نمشي ندير كخطوط هيدا الا حبيتو ما حبيتوش ما ديروش هاد العمليه يعني اللي حبيتو نتوما هيدايا نمشي نكمل ان شاء الله ونرجع لعندكم. انا كملت كما كتشوفوا الخيوط اللي عملت راه ساهله يعني نفس الشيء اللي درت الشوكولا السوداء درتو الشوكولا البيضاء. دابا ندخلو للثلاجه تبرد مزيان ان شاء الله وغنرجع لعندكم. كتشوفوا معايا تقطع بحال 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 الفقاس هانتوما كتشوفوا ندير هاد العمليه كلشي احاسك غير العمليه هي كلشي نقصك كلشي يميا على شكل مائل ونرجع لعندكم ان شاء الله. هاقيا سويت ماذو رغد غاكنت انتوما كتشوفو رجعت ليكم هي الحلوة ديالي اللي صنعت معاكم دابا هاقا موخي زهرانت وغا تارخ عادة التلاجة خصها عاد شوية التلاجة ان شاء الله غتبرد. يلا كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم متنساوناش بالتعليق ديالكم الزوينة وتدون تشيت التعليق من كنت زوينة ولي لايك. يلا ان شاء الله حتى وصفة اخرى باذن الله وكنتمنى تنال الاعجاب الجميع.